تتقن هذه الشجرة فن التصويب، لذا يفضل الابتعاد عنها. تسمى هذه الشجرة بساند بوكس، ويمكنك العثور عليها في أمازونيا. تتكون ذكرة الشجرة في البداية على شكل حبات قرع صغيرة، ومع مرور الوقت تصبح الثمار صلبة وتنضج. لكن هنا يأتي الجزء الممتع، بمجرد وصول هذه الثمار إلى مرحلة النضج تنفجر البذور وتنطلق بسرعة 241 كيلو مترا في الساعة، مما يجعل الوقوف في طريقها خطيرا للغاية، عدا عن أن البذور سامة أيضا. هاي، تضرب عصفورين بحجر واحد. لا شك أن هناك أشجارا لا تنمو بشكل مستقيم تماما، لكن الشجرة المثنية كليا لدرجة أن فروعها تلامس الأرض هي مشهد يجب ألا تفوته. تنمو هذه الشجرة المسمى إل أربول دي لا سابينا في إسبانيا. اتخذت هذه الشجرة شكلها بسبب الريح، إذ تنحني الشجرة باتجاه الريح، وبالتالي لا يكون لها شكل غريب فحسب، بل يمكنها أيضا تغييره بالكامل خلال الأوقات المختلفة من العام. يمكن أن يصل ارتفاع هذه الشجرة المرنة لأكثر من 8 أمتار، وتميل للنمو في أماكن غير متوقعة، كأن تنمو فوق الصخور مثلا. ماذا عن شجرة قديمة كالديناصورات؟ اكتشفت أشجار ليمي باين عام 1994، ويمكنك رؤيتها من الجبال الزرقاء في سيدني في أستراليا. يرجع تاريخ هذه الأشجار إلى أكثر من 200 مليون سنة، لذا لا يستبعد أن تكون الديناصورات قد تجولت حولها بالفعل. بما أن هذه الأشجار مهددة بالانقراض ولم يبق منها في البرية سوى 100 شجرة، يحاول العلماء عدم الإفصاح عن مكانها للحفاظ عليها، عدا عن أهميتها في الأبحاث العلمية، إذ تساعد دراستها في الكشف عن معلومات جديدة عن ماضي الأرض. فيمكننا أن نعرف من خلال دراسة لحاء الشجرة الكثير من المعلومات، كدرجات الحرارة في الفترات الزمنية المختلفة أو التعرض للمواد الكيميائية المختلفة. اكتسبت شجرة الحياة اسمها هذا لقدرتها على تحمل الظروف الصعبة والبقاء مخضرة. توجد شجرة الغاف الرمادي في الضواحي الصحراوية في البحرين، وتتميز بنظام عميق جدا من الجذور يمكنها من البقاء على قيد الحياة حتى في الأجواء شديدة الحرارة. ما زال العلماء يجهلون الطريقة التي استطاعت بها هذه الشجرة الحصول على كمية كافية من الماء، فهذه الشجرة مميزة جدا لدرجة أنه يزورها أكثر من 50,000 سائح كل عام. تتخذ منطقة لا إنديا دورميدا في بنما شكل جسد فتاة نائمة. إنها جزء صغير من منطقة كبيرة وغامضة يطلق عليها اسم إل فالي دي أنتون، وتقع قرب واحد من البراكين الخاملة والمأهولة في العالم كله. تضم هذه المناطق بعض الأشجار الغريبة بشكل مربع، حتى حلقات هذه الأشجار، أي أن الجزء الداخلي من جذوعها بشكل ذاته مع زوايا حادة، وأحيانا تكون بزاوية 90 درجة. حاول الباحثون إيجاد تفسير لنمو هذه الأشجار بهذا الشكل، حتى أنهم جربوا أخذ عينات من بعض الأشجار وأعادوا زراعتها في مكان آخر لمعرفة ما إن كانت ستحتفظ بشكلها هذا أم لا، لكن ذلك لم يحدث، لذا يبدو أن شكل الأشجار له علاقة بالوادي نفسه. يعتقد البعض أن مزارعا محليا زرع بعض الأشجار في صناديق، مما جعلها تنمو بهذا الشكل، وكان الهدف من ذلك تقليل نفايات الأخشاب عند تقطيعه، لأن الأخشاب المستديرة تقطع عادة على شكل قطع بزوايا حادة. عثر على واحدة من أقدم وأكبر الأشجار في العالم في حديقة سيكويا الوطنية بالولايات المتحدة. يطلق على هذه الشجرة اسم جنرال شيرمان، ويصل طولها إلى 84 مترا تقريبا، أي بارتفاع تمثال الحرية تقريبا. ومحيط الشجرة مدهش أيضا، إذ يصل إلى حوالي 31 مترا. أما عمرها فلا يسعنا إلا أن نخمن أنه يتراوح بين 2300 و2700 عام. إنها شجرة عجوز. هناك الكثير من الأشجار الجميلة، لكن ليس هناك أجمل من أشجار أوكالبتوس قوس قزح الموجودة في الفلبين. تكاد تبدو هذه الأشجار وكأنها لوحات يدوية الرسم، إذ تزينها طبقات من اللحاء بألوان متعددة.
تقوم هذه الشجرة أيضا بتلوين لحاء بألوان غير منتظمة، مما يجعلها تعرض عدة ألوان معا، من الأخضر إلى الأزرق، ثم الأرجواني إلى البرتقالي، ثم تصل في النهاية إلى اللون البني. لا تستخدم الشجرة لأغراض الديكورات، بل لتصنيع الورق. توجد في ناميبيا شجرة غريبة الشكل وخطيرة للغاية، يطلق عليها شجرة الزجاجة. حسناً، سبب التسمية واضح من شكلها، فهي تملك جذعاً دائرياً يصبح ضيقاً كلما ارتفعنا إلى الأعلى، لكن العصارة الحليبية التي تجنى من الشجرة سامة للغاية. هناك أسطورة تقول أن الصيادين المحليين كانوا يغمسون سهامهم فيها لتصبح أكثر فاعلية. تبدو هذه الأشجار جميلة بالفعل خلال موسم الأزهار، بأزهار باللونين الوردي والأبيض وميسم أحمر. إن رؤية الأشجار الملتوية من حين إلى آخر ليس أمراً مميزاً جداً، لكن لتتمكن من مشاهدة غابة كاملة من هذه الأشجار عليك السفر إلى مدينة غريفينو البولندية. على مقربة من هذه المدينة توجد غابة مكونة من 400 شجرة غريبة الشكل. اتخذت هذه الأشجار هذا الشكل المنحني نتيجة التدخل الآلي، ولم تنمو بشكل غريب فحسب، بل ما زال الهدف منها لغزا حتى يومنا هذا. قال البعض أنها كانت مخصصة لصنع الأثاث أو بناء القوارب، لكن في كلتا الحالتين أصبحت هذه الغابة مهجورة الآن. استحوذت شجرة دعس على معابد تابروهم في كمبوديا وكونت مظهرا ساحرا. بدأت أغصان الشجرة الضخمة تنمو بحرية فوق جدران المعابد منذ زمن طويل يعود إلى القرن 12، والآن رممت المعابد وأصبحت متاحة للزوار. تنمو شجرة دم التنين في جزيرة الكناري شمال غرب إفريقيا. يقول السكان المحليون أنه عند وفاة التنين كان يتحول إلى شجرة. يصل طول هذه الشجرة إلى 15 مترا، وسميت بهذا الاسم بسبب عصارتها الحمراء والتي يمكن الحصول عليها من اللحاء. لا زالت هذه المادة الحمراء تستخدم حتى يومنا هذا في الطب وفي صناعة الأصباغ. تعتبر شجرة سونلاند باوباب من أكبر الأشجار وأقدمها وأكثرها جمالا في العالم كله. يبلغ ارتفاع الشجرة 22 مترا ومحيطها 47 مترا. توجد الشجرة في جنوب إفريقيا، وما يجعلها مدهشة أكثر هو أنها مجوفة من الداخل بشكل طبيعي، لذا صممت صالة صغيرة داخل الشجرة عام 1933 تتسع لحوالي 20 شخص، لكنها تتسع الآن إلى 60 شخصا تقريبا، ناهيك عن أن عمر الشجرة يتجاوز 6000 عام. انتشرت شجرة البتولة الفضية في الدول الاسكندنافية وشمال شرق أوروبا ووجدت طريقة لعكس الضوء. أصبح لحاء الشجرة أفتح لونا، مما جعلها تبدو بمظهر ساحر عند تجمد أغصانها في فصل الشتاء لتشعر وكأنك في أرض العجائب. طورت الشجرة أيضا شراكة مع فطر يتصل بجذورها وينتشر تحت الغابة لجمع العناصر الغذائية التي لا تستطيع الأشجار الوصول إليها. بالمقابل تمنح الشجرة الفطر السكريات، لكن هذا الفطر خطير للغاية ويجب ألا يأكله البشر. يمكنك التعرف على هذا الفطر بسهولة، إذ يتميز برأس فطري تقليدي قرمزي اللون مغطى بحبوب بيضاء. هناك مهرجان طبيعي يجب ألا تفوته، وهو موسم إزهار أشجار الكرز في اليابان. تملك زهرة البيضاء الوردية جذورا عميقة في الثقافة اليابانية. إن سنحت لك الفرصة بزيارة اليابان، فستجد أن رمز أزهار الكرز موجود في كل مكان، في شعارات الشركات وتصاميم الملابس والأدوات المنزلية. كان متنزه يوسمايت الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية يضم شجرة مذهلة تحولت إلى نفق. إنها شجرة كوست ريدوود بطول وصل إلى 85 مترا تقريبا. أطلق على الشجرة لقب واوونا، وهي كلمة أمريكية أصلية تعني نعيق البوم. سقطت الشجرة عام 1969 بسبب كثافة الثلوج، لكنها بقيت حاضنة للحيوانات والنباتات والحشرات، والآن تسمى الشجرة شجرة النفق الساقطة. هناك أيضا شجرة اسمها حسنا يمكنك قراءته، وهي من أندر النباتات على سطح الأرض، وقد دخلت كتاب جينيس للأرقام القياسية لوجود شجرة واحدة من هذا النوع قبالة ساحل نيوزيلندا.
لم تكن هذه الشجرة وحيدة دائما، لكن عندما أحضر البشر المعاز إلى الجزيرة التهمت كل الأشجار الأخرى. لكن لحسن الحظ يبحث العلماء عن طرق لزراعة أشجار جديدة. حسنا، هذا كل ما لدي، سأبحث عن طريقة لإنتاج شجرة شبيهة وأغادر. اختر دائما بحكمة عندما تطلب أطباق اللحوم في المطعم، خاصة عندما يكون الأمر متعلقا باللحوم المفرومة التي نتناولها جميعا في شطائر البرجر. لماذا؟ لأنه عند فرم قطعة اللحم للوصول إلى القوام المطلوب، يمكن أن تصل بعض العناصر الضارة من سطح اللحم إلى داخله، وهذا ما قد يجعل الطبق غير آمن للأكل. وإن طلبت البرجر المشوي قليلا فإنه لن يتعرض لحرارة كافية للتخلص من البكتيريا أو الفيروسات الضارة، لكن شرائح اللحم المشوية أكثر أمانا لتناولها. تنطبق القواعد نفسها حتى على تحضير الطعام في المنزل. يوصي المتخصصون بضرورة وصول قطع اللحم الكاملة إلى حرارة داخلية لا تقل عن 60 درجة مئوية قبل أن تصبح جاهزة للتقديم، ويجب طهي الأسماك على حرارة 63 مئوية، بينما تحتاج اللحوم المفرومة إلى 71 درجة مئوية على الأقل. أما الدواجن واللحوم المطهية مسبقا مثل النقانق فهي بحاجة إلى التعرض إلى حرارة تصل إلى 74 درجة مئوية لتتمكن من تناولها بشكل آمن. إن أردت في المرة القادمة طلب الشراب في أحد المطاعم فيفضل تجنب زينة الكوب. تأتي معظم المشروبات هذه الأيام مع شريحة ليمون، بينما يأتي البعض الآخر مع حبة فراولة أو بضع حبات من الزيتون، لكن ليست كلها آمنة للأكل. هذا لأن النوادل الذين يحضرون المشروبات لا يتبعون دائما القواعد الصحية مثل ما يفعل العمال في المطبخ، فقد ينسون أحيانا تخزين الفاكهة بطريقة صحيحة قبل استخدامها، أو قد يترك أحدهم شرائح الليمون على سطح المنضدة لفترة طويلة، ناهيك عن أن بعضهم يعملون تحت ضغط كبير وبالتالي ينسون أحيانا غسل أيديهم جيدا. ليس عليك سوى شرب الشراب وحده. ينطبق الشيء نفسه على ماء الصنبور. إن كنت في أحد المطاعم فقد تود شرب ماء صنبور المطعم لأنك تفعل ذلك في المنزل عادة، لكن يفضل التقيد بشرب الماء المعبأ لأنه خال من أي ملوثات محتملة مثل الكلور أو مبيدات الأعشاب. لا شك أن المياه المعبأة مكلفة بعض الشيء، لكنها ستحميك من الأمراض. على الأرجح أن الفندق الذي تقيم فيه خلال إجازتك يحتوي على بوفيه، وربما عليك تجنبه أيضا. في البداية لا يمكنك دائما معرفة مدة بقاء الطعام في الخارج. عدا عن ذلك لا يلتزم جميع النزلاء الذين يتناولون طعام البوفيه بالقواعد، فتجد البعض لا يستخدمون الشوك والملاعق لوضع الطعام في أطباقهم، وقد يكون بعضهم مريضا بالإنفلونزا أو غيرها. إن كنت لا ترغب في تجنب البوفيه فقد ترغب باختيار البوفيه الذي يحتوي على جهاز لتدفئة الطعام. حاول أيضا أن تكون مطلعا على أنواع الطعام التي يجب أن تكون دافئة وما يجب أن يكون باردا. فمثلا يجب أن لا تصل شرائح الجبن إلى درجة حرارة الغرفة. في الوقت ذاته يجب تناول الحساء أو قطع اللحم المطبوخة وهي ساخنة. هل تخطط للخروج مع أصدقائك لتناول العشاء ومشاركة وجباتكم؟ تجنبوا سلة الخبز وستشكرني على ذلك لاحقا. يمكن لتناول الكثير من الخبز أن يكون مضرا بصحتك، فهي لا تحتوي فقط على سعرات حرارية فارغة، بل من المعلوم أيضا نقل سلال الخبز من طاولة إلى أخرى. صحيح، ربما لم تقطع شرائح الخبز هذه خصيصا لك ولأصدقائك. ربما تكون شرائح الخبز ما تبقى من المائدة السابقة على الطاولة. وينطبق الشيء نفسه على الوجبات الخفيفة. ليست هناك طريقة لمعرفة عدد الأشخاص الذين لمسوا الفشار أو الفول السوداني قبلك، أو المدة التي أمضتها هذه الوجبات الخفيفة في الخارج قبل تقديمها لك. حاول ألا تطلب السمك الشهي في بداية الأسبوع، هذا لأن بعض الطهاة يدعون أن طبق السمك في يوم الاثنين بالتحديد قد يكون سمكاً عمره 3 أيام. هذا لأن أسواق المأكولات البحرية لا تفتح أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع، لذا لا يمكن التأكد دائما من أن السمك المقدم يوم الاثنين طازج. إن كان مطعم البرجر يقدم دائما زجاجة كاتشب فتجنب إضافته إلى البطاطس المقلية. يقول بعض النوادل أنه إذا كانت هناك زجاجتان من الكاتشب نصف ممتليتين يقومون أحيانا بخلطهما معا. ليس هناك طريقة لمعرفة تاريخ انتهاء صلاحية المنتج أو مدة بقاء الزجاجة على الطاولة، وهذا ليس ضارا فحسب بل قد يدمر مذاق الطبق. تجنب أيضا تناول الكثير من المقبلات. لا بأس بالاستمتاع بتناول القليل منها، لكن تكمن المشكلة بتوفير المطاعم لكميات غير محدودة من هذه الوجبات الخفيفة، وهكذا عندما يقدم لك الطعام تكون قد شعرت بالشبع بالفعل.
ربما عليك في المرة القادمة عدم تناول الفول السوداني أو رقائق البطاطس، وربما من الجيد أيضا لو طلبت السلطة كمقبلات، لكن قد لا تكون السلطة هذه الأيام الخيار الصحي الأمثل، فمعظمها مليء بقطع الطعام المقلي أو بها الكثير من الإضافات أو الصلصات أو المكسرات، فقد ينتهي هذا الوعاء الصغير من السلطة باحتوائه على سعرات حرارية تفوق تلك الموجودة في الطبق الرئيس. لذا احرص دائما على سؤال النازل عن مكونات الطبق ومقدارها قبل أن تطلبه. إن لم تكن قادرا على إنهاء وجبتك وخططت لوضع ما تبقى في صندوق الطلبات الخارجية لإعادته إلى المنزل، فاحرص على التوجه إلى المنزل مباشرة بعد انتهاء الطعام. إذا بقي الطعام في الخارج في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، فقد ينتهي به الأمر بتعرضه للتلف، ناهيك عن أن مذاقه سيتغير تماما. لذا إن كنت تخطط للذهاب إلى التسوق أو مشاهدة فيلم بعد تناول العشاء، فربما عليك التخلي عن هذا الطعام. ربما يخفي ثاني أرخص مشروب في قائمة مطعمك المحلي سرا صغيرا. لا شك أنك عادة ما تطلبه إن كنت لا تريد الظهور مفلسا، لكن بالنسبة لمعظم المطاعم قد يكون ثاني أرخص الشراب هو الأقل تكلفة بالنسبة لهم. لهذا يفضل اختيار شراب المطعم الخاص والذي عادة ما يكون الأعلى جودة مقابل ثمنه. يمكن للمطاعم الراقية والرخيصة أن توفر لك الثلج لإضافته إلى شرابك إن طلبت ذلك، ولكن قد لا يكون هذا الإجراء الأكثر أمانا، إذ لا تنظف آلات الثلج باستمرار. بل اعترف بعض النوادل والموظفين في المطاعم برؤية العفن أو الغبار المتراكم حول صناديق الثلج. للبقاء في الجانب الآمن اطلب مشروبا طازجا ومبردا، وعلى الأرجح سيكون في زجاجة مختومة. تفتح معظم المطاعم زجاجات المشروبات الغازية أمامك مباشرة، وبالتالي ستعرف أن شرابك لم يتعرض للتلوث. يبدو أن تناول الآيس كريم للتحلية هو الخيار الأقل سعرات حرارية، لكن هناك مشكلة، تضع معظم المطاعم أسعارا كبيرة مقابل القليل من الآيس كريم، فلما تدفع ثمنه الباهظ في المطعم إن كان بإمكانك شراء المنتج نفسه من أحد المتاجر وأنت عائد إلى المنزل؟ إن كان المطعم لا يقدم الآيس كريم المحلي الصنع، فحاول اختيار شيء آخر أو تخطى التحلية كلها. نتحمس جميعا للخروج لتناول العشاء في المناسبات الخاصة، ولكن يفضل تجنب فعل ذلك في العطلات الرسمية، ففي هذه الأيام يكون المطبخ مزدحما جدا لأن الموظفين بحاجة إلى تحضير عدة أطباق في آن واحد، أي أن اهتمامهم بالتفاصيل سيكون أقل بسبب الضغط الذي يتعرضون له. إن كنت تريد حقا الاحتفال بمناسبة رسمية، اختر اليوم السابق للمناسبة أو اليوم الذي يليه، أو يمكنك الذهاب في عطلة نهاية الأسبوع التالية. لكن إن كان المطعم مغلقا بسبب المناسبات الرسمية، فلا تتسرع وتحجز طاولة فور إعادة فتحه، فقد يقدمون لك الطعام الذي بقي في المخزن لبعض الوقت. وربما تكون أيام الإجازة فرصة لطيفة لتحسين مهاراتك في تحضير الطعام في المنزل. قد ترغب أيضا في تجنب طلب الأطباق التي لا تحتوي هذه الشجرة على لحاء وأوراق وبذور سامة، والأسوأ من ذلك كله قدرة بذورها على الانفجار، وهذا ما لن ترغب برؤيته في رحلتك إلى أمريكا الاستوائية. أقدم لك شجرة ساند بوكس، إنها شجرة عملاقة بطول يصل إلى 30 مترا ومغطاة بدبابيس مخروطية الشكل. تبدو هذه الشجرة نفسها فريدة من نوعها، فبذورها كالقرع الصغير تقريبا، لكنك لن تجرؤ على الاقتراب منها ولمسها. تأملها فقط من بعيد، فبمجرد أن تتكسر أشواكها الشبيهة باليقطين تتحرر هذه البذور الشنيعة وتسافر بسرعة 70 متر في الثانية، أي أن لديها ما يكفي من القوة لإيذائك. لكن مهلا، شجرة ساند بوكس لا تفعل ذلك عمدا، إنها لا تريد السباق، وهدفها الأساسي إرسال البذور إلى أبعد مسافة ممكنة التي عادة ما تكون 40 مترا، لذا أرجوك ابق بعيدا عن طريقها. بعض الأشجار شديدة الخطورة، بل تحمل أيضا علامة تحذيرية، ومنها شجرة مانشينيل. تتظاهر هذه الشجرة بالبراءة وتبدو ثمارها كثمار التفاح، لكن تناول تفاحة من هذه الشجرة قد يكون آخر ما تفعله في حياتك. حسنا، يبدو أنها خطيرة، ولمس هذه الشجرة غير آمن أيضا، وأعني بذلك أن مجرد النظر إليها قد يكون خطيرا. لا أمزح، بل لا يستطيع الناس إبعادها، وكل من يحاول فعل ذلك يعاقب فورا. إن حاولت قص الشجرة سترش نحوك عصارة تسبب العمى. نعم، تسبب هذه العصارة العمى المؤقت، وإن لامست الجلد فستصاب بالحروق والبثور.
هناك طريقة واحدة للتخلص من تلك الشجرة، وللقيام بذلك على الناس أولاً حرق الشجرة من القاعدة مع الابتعاد عنها طبعاً. ثم تترك الشجرة ساقطة تجف في الشمس، وبمجرد أن تجف يصبح لمسها آمناً، حتى أن هناك قطع أثاث صنعت من أخشاب شجرة المانشينيل التي كانت سامة في الماضي. والآن انظر إلى هذا، يطلق عليها العلماء اسم فاكهة الجاتروفا، لكنها تعرف أيضاً باسم الجوز الأسود القي. مقزز! إن جربت تناول هذه الثمرة، فإن أول ما ستشعر به هو حرقان في الحلق، وبمجرد وصولها إلى معدتك ستصاب بألم شديد في المعدة، أما النتيجة فقد تكون مروعة. يمكن أن يسبب تناولها تثبيط الجهاز العصبي المركزي، وليس لهذا علاقة بالحزن الشديد. إنها حالة فسيولوجية يتأثر فيها معدل التنفس وينخفض معدل ضربات القلب، وقد يفقد الشخص وعيه، ناهيك عن تبعات أكثر خطورة. انظر إلى هذه الأوراق التي بشكل قلب، كم هي جميلة! لكن ثمار هذه الشجرة ليست بتلك الروعة. إنها شجرة بانجيام إيدولي، والتي تتخذ من جنوب شرق آسيا موطنا لها. يمكنك تناول ثمار هذه الشجرة، لكنها تتطلب الكثير من التحضير. عليك أولا قطف تلك العناقيد البنية الشبيهة بالكمثرى، إنها ثمار الشجرة. ثم عليك غلي البذور. أجل، ستصل إلى البذور بعد إزالة اللب الطري الذي قد يبدو لك صالحا للأكل، لكنه ليس كذلك. ومن ثم تحتاج إلى نقع البذور أو لفها في أوراق الموز لمدة 40 يوما حتى تطلق سيانيد الهيدروجين. أجل، من الرائع أن يكون سيانيد الهيدروجين قليل الذوبان في الماء، ويمكن التخلص منه بغلي البذور وتخميرها. أليس هذا جهدا كبيرا؟ في الواقع تضاف هذه البذور إلى بعض الأطباق، أي أنها ليست طبقا بحد ذاته. كلا، لن أتناول شيئا يحتوي سيانيد الهيدروجين. تحتاج بعض الفواكه الكثير من التحضير لتناولها، بينما لا يمكنك تناول بعضها إلا عندما ينضج تماما. البلسان الني غني بفيتامين سي المفيد لصحتك، وغني بالسيانيد وهو غير جيد لصحتك. تحظى ثمار التوت هذه بشعبية كبيرة، ويمكنك العثور عليها في الفطائر والعصائر والشاي والمربيات وغيرها. التوت الناضج والمطبوخ ليس خطيرا أبدا، وهذا التوت غير محظور. تتمتع فاكهة الآقية بمذاق مميز حقا، إنها خفيفة بقوام زبدي، ويقول من تناولها أن مذاقها كالبيض المخفوق، وتماما كما هو الحال مع البلسان، من الآمن تماما تناول الآقية طالما أنها ناضجة بالكامل. لذا حظر استيراد فاكهة الآقية النيئة في الولايات المتحدة منذ قرابة 50 عاما. الجزء الوحيد الصالح للأكل هو اللب الأبيض الدسم. يبدو اللب الوردي شهيا، لكن لا تنخدع به، إنه شديد السمية، وينطبق ذلك أيضا على البذور السوداء. سأذكر لكم الآن حقيقة ممتعة عن هذه الثمار. اعتاد الناس على استخدام فاكهة الآقية لتنظيف الملابس لخصائصها الفعالة في تنظيف الملابس، إذ تحتوي حبوب هذه الثمار على مادة الصابونين التي تمنحنا تلك الرغوة التي نحتاجها للغسيل. لم تعد لهذه الثمار شعبية كبيرة كما في الماضي، رغم أن هناك قلة من الناس يفضلونها على الصابون الصناعي. القشطة الشائكة من الفواكه الأخرى التي يبدو أنها غير متوفرة في الولايات المتحدة. يمكن أن تطلق هذه الثمار إن لم تكن ناضجة سموما خطيرة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. لا تحزنوا يا عشاق القشطة الشائكة، إليكم بعض الحلول. يمكنكم الحصول على اللب المجمد من بعض المتاجر. الفاكهة نفسها لذيذة ويشبه مذاقها مزيجا من الأناناس والفراولة، لكن لم توافق عليها إدارة الغذاء والدواء لمشاكل تتعلق بالسلامة. إن كنت تتناول القشطة الشائكة فاحرص على تجنب بذورها، لأنها سامة بالنسبة لنا نحن البشر. انظر هنا، هذه مانجو، إنها آمنة ولذيذة. والآن انظر إلى هذا، تشبه هذه ثمار المانجو عندما تكون خضراء، لكنك حتما لن تود تناولها. تنمو هذه الثمار على شجرة بونغ بونغ، وثمرة واحدة كافية لإنهاء حياة أي إنسان. لكن من قال أن عليك تناولها؟ يمكنك استخدامها كمزيل للعرق، لكن هناك خيارات أكثر أمانا للتخلص من الروائح الكريهة، لذا يفضل ترك هذه الشجرة وشأنها. والآن من الناحية الشجرية، ليس بالضرورة أن تكون الشجرة سامة لتكون خطيرة. فمثلا تملك شجرة صنوبر بونيا مخاريط عملاقة تفوق حجم رأسك. تخيل حجم البذور التي تحملها تلك المخاريط،
وبالتالي الخطر الحقيقي الوحيد الذي تشكله هذه المخاريط هو أن يضرب إحداها رأسك بالخطأ أثناء سقوطه. بالنسبة لما تبقى، سيمنحك صنوبر بونيا شاياً لذيذاً إن غليت بذوره. بذور هذا النوع من الصنوبر خالية من الجلوتين، لذا يمكن إدراجها إلى أي نظام غذائي عصري. كانت هذه الأشجار موجودة منذ عصر الديناصورات، لكنها نادرة الآن ويكاد يكون وجودها محصور على كوينزلاند في أستراليا. نعلم جميعاً أن الجرعة تصنع السم، أليس كذلك؟ ولبن المانغروف خير دليل على هذا القول. يمكن لهذه المادة أن تكون مفيدة للأغراض الطبية وسامة عند استخدامها بطريقة غير صحيحة. أجل، ربما لا تكون الجرعة نفسها سامة، لكن هناك طرق علمية تحولها إلى سامة. قد تؤدي عصارة هذه الشجرة إلى ظهور البثور والحروق، وقد تسبب العمى المؤقت مثل شجرة المانشينيل. توجد شجرة الزجاجة غالبا في ناميبيا، لذا إن سافرت إلى هناك وشعرت بالعطش لا تقترب من تلك الشجرة الشبيهة بزجاجة، فهي لا تحتوي على الماء. تحصل شجرة الزجاجة على شكلها هذا بعمر 5 إلى 8 سنوات، وتتخذ هذا الشكل لتحمل الماء لنفسها. إن تجرأت وتذوقت الماء من هذه الشجرة، فيؤسفنا القول أن العاقبة غير سارة. إنها شجرة شديدة سمية للإنسان والحيوان، لكن بالنسبة لتلك السموم الموجودة في الماء، فهي للحفاظ على رطوبة الشجرة، ولولاها لأخذت الحيوانات كل الماء منها. لتجنب ذلك، طورت شجرة الزجاجة آلية حماية من الحيوانات، وعلى ما يبدو من بعض البشر أيضاً، للحفاظ على رطوبتها. هذه نصيحة جيدة للجميع. وأخيراً وليس آخراً، نبات جنبي جنبي. ربما صادفت نبات القراص اللاذع مرة على الأقل في حياتك. إن عاقبة لمس نبات القراص ليست ممتعة إطلاقاً، فلن يستمتع أحد بالطفح الجلدي والإحساس بالحرقان. حسناً، يمكننا القول أن نبات جنبي جنبي الذي يبدو غير ضار، والذي هو من عائلة القراص اللاذع، يتبع الآلية نفسها تقريباً، لكن العواقب مختلفة. قد ينتج عنه أحياناً شعوراً مزعجاً طويل الأمد، لكنه قد يكون قاتلاً في بعض الحالات. لكن إليك النبأ السار، هناك ترياق لهذا النبات. يمكن أن يساعدك الشمع أو حتى الشريط اللاصق في إزالة شعيرات جنبي جنبي. المشكلة الرئيسية هي الشعيرات الصغيرة العالقة في الجلد. الحل الذي ذكرته مجرد إسعاف أولي، لكنه ينفعك كثيرا. لماذا لا تريد الخوض في هذه البركة الباردة في يوم صيفي حار؟ تغطس في الماء المنعش وتستمتع بالنسيم العليل، كل شيء مثالي، حتى ينجرف ظل داكن تحت سطح الماء فتعتقد أنه ورقة بناء على حجمه، لذا لا تكترث للأمر، وفجأة يعضك هذا الشيء في إصبع قدمك الكبير مباشرة، وبعد أن تخرج من الماء تدرك أنك تعرضت لعضة من حشرة كبيرة تعيش تحت الماء. لقد كان حظك سيئا هذا اليوم وجمعك بحشرة من العيفسيات، أو ما يطلق عليها أحيانا اسم بقيات الماء الكبيرة. ستتمكن من النجاة من عضة هذه الحشرة المتوحشة، لكنك ستشعر بالألم. تعيش هذه الحشرات المائية العملاقة في المياه العذبة في جميع أرجاء العالم، وبالتالي كل منا معرض لعضاتها، لذا كن حذرا في المرة القادمة. إليك ما تحتاج إلى معرفته لتتمكن من اكتشاف هذه الحشرات. تكبر حشرة الماء العملاقة حتى يصبح طولها 10 سنتيمترات، وهذا ما يجعلها الحشرة المائية الأكبر على وجه الأرض وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. ويقال أن عضة هذه الحشرة من أكثر العضات إيلاما التي قد يتعرض إليها الإنسان من الحشرات، رغم أنه من الممكن العثور عليها في جميع أنحاء العالم، إلا أنها أكثر انتشارا في أمريكا الشمالية، حيث تندمج مع البيئة المحيطة بها. يشبه جسدها البني الغامق أوراق الأراضي الرطبة، لذا لا عجب إن لم تتمكن من رؤيتها. هذه الحشرة مفترسة بطبيعتها، وتجدها عادة تسعى خلف الأسماك الصغيرة والضفادع والسلاحف الصغيرة. من حسن حظك أنك أكبر من السلحفاة بكثير. تضع إناث العيفسيات بيضها فوق الذكر في بعض الأنواع، ويحمل البيض معه أينما ذهب. قد تجد هذا لطيفا، لكن إن رأيت الذكر منزعجا لأنه يحمل البيض فسترتعد خوفا. والأسوأ من ذلك كله قدرتها على الطيران، رغم أنها من الحشرات، لذا لا تجعل جل انتباهك على الأرض، بل قد تباغتك من فوقك أيضا. تلتقط أنفاسك على الشاطئ، وإذ بشيء يهبط على كتفك
اضربها بسرعة، إنها ذبابة نبر. وهي ذبابة صغيرة متوحشة تضع بيضها في البعوض، والذي بدوره يحقن هذا البيض في البشر. تخلق درجة حرارة جسمك الدافئة بيئة حضانة مثالية، وعندما يفقس هذا البيض تبدأ الحشرات الصغيرة حياتها بالمهمة الشاقة المتمثلة في تناول الطعام في طريقها للخروج. لطيف. يرجح أن تجد هذا النوع من البعوض في أمريكا الوسطى والجنوبية، ولكن قد تجد هذه المخلوقات الصغيرة في فلوريدا أيضا. لا يوحي اسم دودة رأس المطرقة بشيء جيد، فتشعر وكأن هذا الكائن هجين من سمكة قرش ودودة الأرض، ولو شاهدت إحداها لما وجدت هذا غريبا عنها. أبلغ عن مشاهدة هذا المخلوق الغريب في جميع أنحاء جورجيا، وهي مميزة كاسمها حيث تملك رأسا بشكل هلال. حسنا، ما يبدو أنه الرأس، ويوجد فم هذه الدودة في منتصف جسدها. مظهر هذه الدودة منفر لسبب، إنها سامة. تنتج الدودة التيترودوتوكسين كالذي تنتجه السمكة اليونفخية. لم يتأكد العلماء بعد من طريقة استخدام الدودة للسم، لكن يعتقد أنها تستعين به للقبض على فرائسها من الديدان الأخرى. ولا يعرف أيضا الضرر الذي قد يسببه التعرض لهذا السم، لكن يوصي الخبراء بضرورة الابتعاد عنها. عليك أيضا تجنب إيذائها، فهي تتمتع بقدرة مذهلة على إصلاح نفسها من الأجزاء المقطوعة من جسدها مثل أسطورة وحش الهيدرا. ملاحظة، قام شخص يتمتع بروح الدعابة بتسمية هذه اليرقات بلانشوفيز، وهذا يبدو مخيفا أقل من اسم دودة رأس المطرقة. تبدو دودة القز العملاقة مخيفة كما ينبغي لها. سمها القوي ليس مزحة. هذه اليرقات مغطاة بشعيرات صغيرة تشبه الرناح، وتطلق مادة سامة جدا مضادة للتخثر. لذا إن وخزك رمح منها لن تكون في وضع جيد، بل قد يزداد الأمر سوءا لأنها تتجمع على شكل عناقيد. لذلك من الشائع أن تصطدم عن غير قصد بعدة يرقات في آن واحد. لا يشعر بها معظم من يتعرضون للسعتها. هذا جيد، أليس كذلك؟ حسنا، كلا، هذا يعني أنهم لا يعرفون شيئا عما حدث لهم عندما تبدأ الأعراض بالظهور. أضف إلى ذلك عدم وجود إشارة ظاهرة في مكان اللسعة. أغرب شيء في هذه اليرقة هو حجمها الصغير جدا مقارنة بالضرر الذي قد تسببه، حيث لا يتجاوز حجمها عادة 5 سنتيمترات. تعيش هذه اليرقات في الغابات المطيرة في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك في أوروغواي والأرجنتين والبرازيل. لكن تتطور قصة هذه اليرقة، فهي لا تبقى بشكل واحد. لا تزال اليرقة في الطور الأول من الحياة، وبمجرد أن تصل إلى مرحلة البلوغ تأخذ شكلا مختلفا تماما وتصبح عتبة دودة القز العملاقة. لكن إياك أن تظن بأنها لم تعد ضارة لأنها فقدت طفرتها الشريرة، بل لا تزال سامة، لكن أصبح بإمكانها الطيران الآن. المريح في الأمر أنها تعيش لبضعة أسابيع بهذا الشكل، فبمجرد أن تتحول يختفي الفم الذي كانت تستخدمه لتناول الطعام. يمكن أن يقتل سم العنكبوت الأسترالي القمعي الشبكة رجلاً بالغاً في حوالي 15 دقيقة، لذا يعتبره كثيرون أخطر عنكبوت في العالم. رغم أن جميع العناكب قمعية الشبكة غير محبوبة، إلا أن هذا النوع هو الأبغض من بينها جميعاً. إنه عنكبوت كبير نسبياً وعدواني، ويملك أنياباً موجهة للخلف قادرة على اختراق أظافرك. غالبا ما يتجول الذكور في المناطق المأهولة بالسكان بحثا عن فرائس، وغالبا ما يسببون أضرارا كبيرة. تصنع العناكب هذه جحورها في مناطق باردة ومحمية كالصخور وداخل جذوع الأشجار المتعفنة. والأسوأ من ذلك كله أنها توجد عادة في الشجيرات ومجموعات الصخور في الضواحي. إن لم تكن تعيش في أستراليا فلا تقلق، إنها موجودة هناك فقط. وإن كنت تعيش في أستراليا فاحرص على الانتباه جيدا أينما ذهبت، وابتعد فورا إن رأيت عنكبوتا من هذا النوع. إليك هذا الخبر السار، طور العلماء ترياقا لسمها عام 1981، ومع ذلك يفضل الابتعاد عنها. قد ترى أسفل المحيط في إحدى المناطق الاستوائية صدفة مزخرفة جميلة كهذه. يأتي هذا الصدف في جميع الألوان والأحجام، ويبدو كمزهريات فخارية صغيرة صنعها الخزافون الصغار تحت الماء. إن كنت مثلي فقد ترغب بالتقاطها وأخذها إلى المنزل كتذكار، لكن في الواقع هذا آخر شيء قد تود القيام به. هذه ليست مجرد صدفة قديمة، إنها منزل القوقعة المخروطية.
إذا كان هذا الاسم لا يثير الخوف في قلبك بعد، فسيحدث ذلك قريبا. الحلزون المخروطي بطيء مثل معظم القواقع، لكنه يعوض هذا البطء بلحظات من الرشاقة الخطيرة. هذا الحلزون مفترس ويبحث عن القواقع والأسماك والديدان البحرية الأخرى. إنه يستشعر الطعام المحتمل القريب منه باستخدام أنفه، ويخرج خرطوما حادا يشبه الإبرة لقتل فريسته. هذا المنقار الذي يشبه الحربة قوي بما يكفي لاختراق القماش، حتى ذلك الذي صنعت منه قفازات الغوص المقواة. إذا كنت بشرا، وأتمنى أن تكون كذلك، فأنت لست الوجبة المثالية للحلزون المخروطي، لكن هذا لا يمنعه من لدغ الأشخاص الذين يقتربون منه كثيرا. وإن قام بلدغك فيرجح ألا تشعر باللدغة، لأن السم الذي يحقن في تلك اللحظة ممزوج من مسكن طبيعي للألم. قلة الألم هي في الواقع ما يجعل هذا الحلزون خطيرا للغاية، فإن لم تعرف ما أصابك قد لا تدرك أعراض اللدغة حتى فوات الأوان. لهذا إن رأيت صدفة جميلة ابق بأمان ودعها وشأنها. تتمتع الخنفساء الرماتة الصغيرة بموهبة فريدة. تطلق هذه الخنفساء من مؤخرتها حمضا ساما ساخنا عند شعورها بالتهديد، وتستخدم هذا الرذاذ الكيميائي النتن لدرء الحيوانات المفترسة ومهاجمة الحشرات الأخرى، ويأتي هذا بنتائج جيدة، حتى أنه أحيانا ينقذ حياتها بعد ابتلاعها. غالبا ما تقوم الضفادع ببصقها بمجرد أن تتذوق نكهة سيئة. قد تجد هذه الخنفساء في العديد من النظم البيئية المختلفة، بدءا من الصحاري إلى الأراضي العشبية وانتهاءا بالغابات الكثيفة. إنها متنوعة لدرجة أنها موجودة في كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية. ربما لم تلاحظها من قبل لأنها صغيرة جدا بحجم ظفر الإصبع فقط. قد تتعرض بالخطأ لرذاذ قوي من هذه الحشرة الصغيرة، وقد ينجم هذا عن الهيكل الداخلي الدقيق للغرف والخزانات التي تجمع بين مركبين كيميائيين الهيدروكينون وبيروكسيد الهيدروجين، حيث يحفظان بشكل منفصل في خزانات داخل بطن الخنفساء. تمر هاتان المادتان عبر الصمامات وتلتقيان في غرفة مركزية لتختلطا مع إنزيم لبدء التفاعل. تتوسع الغازات الناتجة عن التفاعل بسرعة وتنتج كميات هائلة من الحرارة، وحتما لن ترغب بالتعرض لهذا المزيج. قد تعتقد أن الزومبي موجودون فقط في الأفلام، لكن قد تكون هذه الكائنات حقيقية إن كنت من الزيز. هناك فطر يسمى ماسوسبورا، له هدف فريد لا يشاركه فيه سوى عدد قليل من أنواع الفطر الأخرى. إنه يتطفل على أجساد الزيز ويصل إلى عقل الحشرة ويحولها إلى زومبي حقيقي. يتصرف الزيز المصاب بشكل غير طبيعي، ويكون هدفه الوحيد نشر المزيد من الفطريات إلى حشرات الزيز الأخرى. المرعب في الأمر مواصلة الحشرة لأداء مهامها بشكل طبيعي، ولا تظهر عليها أي أعراض أخرى حتى فوات الأوان. ورغم أن هذا قد لا يشكل أي خطر على البشر، إلا أنه من المخيف معرفة أن بعض الحشرات في الغابة تشبه تلك الكائنات التي نراها في أفلام الرعب. على جمال الطبيعة من حولك والنسيم العليل، يمكنك اغتنام الفرصة وممارسة التأمل لساعات طويلة بعيدا عن مناطق الحظر التي تركتها وراءك هربا من الضجيج والصخب، لكنك مشيت كثيرا حتى وصلت إلى هنا، لذا لقد حان وقت إنشاء مخيم. تحيط بك الغابات الكثيفة من كل جانب، وما من مكان لنصب الخيمة، ومن ثم تلاحظ فسحة خضراء جميلة خالية من الأشجار، لكن بها شجيرات صغيرة لم تكبر بالكامل. حسناً، تذهب إلى هناك، تتبختر فرحاً بما وجدته، وتشرع في العمل ونصب خيمتك. من غير المألوف أن تكون الأرض ملساء وناعمة، لكن هذا لا يزعجك كثيراً، فهكذا أفضل. إذا تنغرس الأوتاد في التربة كالسكين في الزبدة، يحل الظلام مع انتهائك من فعل ذلك، فتدخل خيمتك وتزحف تجاه كيس نومك الدافئ أملاً في أخذ قسط من الراحة. يوقظك شعور بوجود خطب ما، تشعر بأنك مبلل، تهتز داخل كيسك محاولاً التملص منه، وأجل سريرك منقوع في المياه التي اجتاحته من الأسفل. تهرع إلى خارج الخيمة بأسرع ما يمكن لاستطلاع الأمر، فتجد أنها بدأت تغرق في الأرض. تبين أنك قد أقمت مخيمك فوق مستنقع، ولقد حالفك الحظ أيضا، فالمستنقعات ليست واضحة على الدوام، قد لا تراها قبل أن تغطس في الوحل والطين إلى حد الركبة. الخروج من هناك قد يكون صعبا أيضا،
تخلق الطحالب والجذور بطانة ناعمة تسحبك إلى الأسفل بشكل تدريجي، وحينما تحاول رفع قدمك قد ينتهي الأمر بك بدون حذائك. رصد مستنقع في الغاب سهل للغاية لمن يعرف كيفية البحث عن الدلائل والإشارات. إن كنت داخل أدغال كثيفة وتراءت لك فسحة مشمسة ومخضرة حيث لا توجد سوى الطحالب وبضع الشجيرات، فيحتمل أنه مستنقع. يمكنك التحقق منه أيضاً بالخطو قليلاً على هذه الأرض الهادئة. إن شعرت أنها مرنة فحري بك البقاء بعيداً عنها، والمثير للدهشة والاستغراب أن المستنقع قد يكون سبباً في نشوب الحرائق في الغابات. إن قررت البقاء قريباً جداً من المستنقع وأشعلت نيران المخيم فسهل جداً أن يكون سبباً في نشوب حريق، خصوصاً إن هبت رياح قوية. المستنقعات مليئة بالقطران الذي يختبئ تحت طبقات من المياه والطحالب. حينما تنشب الحرائق في هذه الأماكن سيصبح إخماد نيرانها أشبه بالمستحيل. حافظ على الدوام على مسافة أمان بينك وبين جميع المستنقعات قبل إشعال نار المخيم. خطأ شائع آخر يرتكبه العديدون أثناء رحلات التخييم في البرية يتمثل في عدم النظر إلى الأعلى. لنفترض أنك وجدت بعض الأرض الصلبة لنصب خيمتك ونظفتها من جميع الحجارة المزعجة وحرصت على عدم وجود أي أعشاش للنمل قريبة منك. لا تود أن يقلق كائن مخيف مضجعك أثناء نومك، صحيح؟ المكان الذي اخترته مثالي، والشجرة التي تتكئ عليها الخيمة تحميك من الرياح والأمطار. جهزت نفسك للنوم وأطفأت جميع أضواء المخيم، وفجأة تهتز خيمتك كأن وحشا قد انقض عليك للتو. تخرج منها خائفا ومذعورا فترى غصنا عملاقا وقد وقع فوق خيمتك. أسوأ ما في الأمر أنك لن تتوقع حدوث ذلك ما لم تنظر فوقك قبل نصب خيمتك. من السهل رصد الأغصان شبه المكسورة والتالفة، وليست فكرة سديدة أن تنصب خيمتك تحتها مباشرة. يمكن لمثل هذا الشيء أن ينكسر في أي لحظة، وستكون محظوظا إن لم يمزق خيمتك ويصيبك بجروح. عديد السياح يقترفون هذا الخطأ سنويا ويدفعون الثمن غاليا. والنظر فوقك سيساعدك أيضا على التأكد من عدم وجود أعشاش للدبابير أو شباك عناكب. قد يكون ذلك أسوأ بكثير من غصن يهوي على خيمتك، لأن الدبابير لا تود أن تقلق راحتها، وقد تكون العناكب سامة أيضا. والآن إن رأيت نهرا جاريا وقررت إنشاء المخيم على ضفافه، انتبه جيدا إلى المكان الذي تنصب فيه خيمتك. إن اقتربت كثيرا من المياه خاصة في فصل الربيع أو الخريف، فيحتمل أن تستيقظ من نومك العميق لتجد نفسك تسبح في مياهه. تحقق دائما من الأحوال الجوية مسبقا ليوم التخييم والليلة التي تليه. إن كان هناك فرصة لتهاطل الأمطار، من الأفضل الابتعاد عن جميع المسطحات المائية خاصة الأنهار. فالمطر بإمكانه رفع منسوب ماء النهر، وقد يندفع على ضفافه مغرقا مخيمك الصغير، وبالتالي ستنتهي إجازتك الجميلة بالكامل. لكن حتى إن كنت بعيدا عن المياه، يمكن للمطر أن يفسد إجازتك أيضا. لنفترض أنك في أعماق الغابة وتيجان الأشجار تحميك من الطقس الرديء. ستصل الأمطار إلى أرض الغابة، لكن على الأقل لن يكون الحال بخطورة الفسحات الخضراء والمستنقعات. وفي الليلة التالية حينما تنصب مخيمك في مكان آخر، تشعر كأن التربة ناعمة ومرنة أكثر من اللازم، لكن هذا لا يعني أنه مستنقع بالضرورة، فأمطار الليلة السابقة قد أثرت على التربة. إن صادف أن وجدت نفسك في مكان كهذا، حري بك الانتقال إلى موقع آخر أكثر صلابة. فالتربة المرنة والمرتخية قد تبدأ في الانهيار تحت قدميك في أي لحظة. صحيح أن هذه العملية ليست بخطورة المستنقعات، لكن أوتاد الخيمة قد تتزحزح من مكانها وتجد نفسك تحت كومة من القماش اعتبرته قبل لحظات خيمتك. وإن قررت إنشاء مخيمك في واد جميل وبدأت الأمطار تهطل بغزارة ما أن وصلت إلى هناك، فاستعد لرحلة سباحة ممتعة. ستدخل جميع المياه بشكل طبيعي أسفل وداخل ملجأك، وستجد طريقها عاجلا أم آجلا لتحت خيمتك. لا عجب أنك ستجد نفسك غارقا في مياه الأمطار إلى حد الركبة حينما تستيقظ صباحا.
أوه، يا له من مكان رائع لأخذ قسط من الراحة بعد نزهة طويلة. يوجد هذا المكان على قمة التل، لذا لن تجد مياها قريبة، والشمس ساطعة في كبد السماء، ولا شجرة واحدة تحجب عنك أشعتها الحارقة. سيكون من الرائع الاستحمام تحت أشعة الشمس في هذا المكان بالضبط. حسناً، يبدو هكذا في الساعات القليلة الأولى، لكن حينما تمكث فيه ستفهم الخطأ الذي ارتكبته. يمكن لأشعة الشمس التي تسطع مباشرة على خيمتك أن تجعلها ساخنة في غضون ساعات بسبب المواد التي صنعت منها، وستشعر بشدة حرارتها على جلدك ما أن تدخلها. لنقل فحسب أنك لن تود البقاء هناك لوقت طويل إلى حين تخييم الظلام وبرود الخيمة على الأقل. ينطبق الشيء ذاته على الرياح. في الفضاء الفارغ يمكن أن تصل سرعة الرياح إلى معدلات سرعة جنونية، وإن لم تحذر جيدا أثناء دق الأوتاد في الأرض قد تضطر إلى توديع خيمتك العزيزة في وقت أبكر بكثير مما توقعت. من الأفضل العثور على مكان بالقرب من شجرة حتى تحمي كلاكما من الشمس والرياح. ومع ذلك لا تدع دماغك يغويك بإنشاء مخيم بالقرب من شجرة وحيدة حينما لا تكون الأحوال الجوية لصالحك. الطقس المشمس والممطر كلاهما لا بأس بهما، لكن إن هبت عاصفة رعدية ستصبح الشجرة الوحيدة بمثابة عمود صد للصواعق الرعدية. ليس من الصعب تخيل ما قد ينتظرك إن ضربت صاعقة رعدية الشجرة التي تخيم تحتها بالضبط. مهلا، قد تحصل على بعض الكهرباء بفضلها. أما بالنسبة للتخييم في فصل الشتاء قد يصبح الطقس عدوك اللدود أكثر. حتى هل تتذكر ما قلته آنفا عن أشعة الشمس المباشرة؟ انسى ذلك الآن، ففي فصل الشتاء من الأفضل أن تدع أشعة الشمس تسطع مباشرة على خيمتك. سيجد البرد طريقه إليك مهما كانت خيمتك رائعة ومكلفة، وعادة ما تكون الرياح أكثر قوة في المواسم الباردة. ستساعدك أشعة الشمس المباشرة في التعامل مع الطقس البارد. أحد أكثر الأخطاء شيوعا التي يرتكبها معظم هواة التخييم هو إشعال نار المخيم بالقرب من الخيمة. مجددا، المواد التي تصنع منها الخيمة تنقل الحرارة بشكل جيد. صحيح أنك قد تسعد حينما تجدها دافئة أثناء الليل، لكنها قادرة أيضا على الاشتعال بسهولة، وشرارة واحدة تكفي لحرق ملجأك وتحويله إلى رماد. احرص على ترك مساحة كافية بين خيمتك ونيران المخيم، ولا تترك النار دون مراقبة. حينما تستعد للخلود للنوم تذكر دائما إخماد النيران حتى لا تستيقظ وسط جحيم مستعر وترى النيران تلتهمك من كل جانب. يمكن أن تدمر الحشرات أروع رحلات التخييم. يمكن أن يجد البعوض والنمل والقراد وغيرها من الحشرات المزعجة طريقها إلى خيمتك أينما كنت، لذلك احرص على حماية نفسك منها. استعمل طاردا للحشرات عندما تكون بالخارج، ولولبا مبيدا للحشرات بجانب مدخل خيمتك. لا تضعه قريبا جدا منك أو بالداخل، فرائحته مزعجة وقد يتسبب في نشوب حريق أيضا. لتجنب عضات البعوض وخاصة القراد، حاول البقاء بعيدا عن البحيرات والبرك والغابات الكثيفة حيث توجد المستنقعات. يتكاثر البعوض في المياه الراكدة، لذلك تعج المناطق حول هذه البرك بالحشرات الطائرة، لكنها تواجه صعوبة كبيرة في التحليق في الرياح العادية، لذلك اختر مكانا مفتوحا للتخلص منها. لا تدعها تفسد إجازتك.